فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول ليس لوالدي ابن غيري، ويطلب مني والدي دائما أن أحضر الدخان له من غرفة بالبيت، فما حكم فعلي هذا؟ لا تطعه في معصية الله، وانصحه قل يا والدي ما يجوز لك هذا، حرام عليك، أشفق على نفسك، هذا ضرر عليك، هذا مرض، اتركه. وأما أنت لا تحضر له أبدا، لا تعينه على معصية الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.